يقدرش ما يبقى أخلش فهمت ما يبقى حسب الظاهر لنا ما يبقى أخلش لكن مولي الحكومة مولي يارت اللي تفقرش مع راسها تعدلش إذا هو حقيقي للشعب الموريتاني اللي الرئيس يكون معطيها كل شيء وموفر له كل شيء والدولة موفرة له كل شيء والناس احنا كاملين وراهم دافعوا عنه ما فهمت يا غير يارت ترى قاعد في المسؤولية ودعلوته قررتوا عن نقص المستوى أخلاقيا فهمت وقيميا يعرف أن الوطن أمانة في عنقه وبعلن أنه قدامه ذو الفقراء والمساكين والضعاف وبعلن أمامه ذو الوطن يارت وش تقال ينعد ما قد عدد شاقلتي نستقال فهمت شاهد استقالة في تاريخ موريتانيا نعود ماني قادر عدل شغلتي وزير ماني قادر عدل شغلتي نقدم استقالتي جزء من الديمقراطية جزء من الديمقراطية جزء من الحرية نعود قادر عدل شغلتي عود في المبدأ العقوبة والمكافأة وكافأ ومن قال لك على قولك الميدالية كما عاد رئيس الجمهورية البعض من الوزراء يعني شجعهم وعدل الناس من الأمور شد هذا هو الحقيقة احنا نتكلم بالواقع هون النظام نظام ديمقراطي لكن ولاه نظام اقرأ تفرح جرب تحزن خارق أنظمة اقرأ تفرح جرب تحزن تقرأ شوف البرامج رنانة ينجي للواقع جبرها لا صفة لا صفة هون ياس من الأمور حقيقية ألف تكلمت لك أنا عنه كان إنجاز حقيقية على أرض الواقع لكن الشيء الوحيد اللي نقول لك في المعارضة قضية مسألة مهمة وأساسية اليوم احنا دعينا للحوار ودعاله النظام أن الحوار مبدأ أساسي بدء ديمقراطي يا الناس انت تقعد تعود معارض وذا رأي لك ونحن نحترمه لك وانا موالي للنظام رأي لي واحترمه لي لكن إذا قلت لك وهي نتحاور لمصلحة الوطن عام اللي هو يجمعنا وتحته وتحت سماءه وعلى أرضه وقلنا نتحاور هذا مبدأ أساسي إذا خاصة إذا كان عندك أنت أغلبية مريحة في البرلمان وأغلبية مريحة في الشارع الموريتاني وأغلبية معاك ودعيت للنظام للحوار معناها أنك جاد ومعناها أنك صادق هون لهم لك مسألة فترة 2004 وإحنا كل ساعة كنا في المعارضة وكنا شباب مع أحزاب المعارضة وكان يكسع نظام من الطائر وكان يكسع الناس في السجون سجناء رأي سياسي في السجون في قمع وكان ناقد حد يتكلم يحل فمه ما دار في السجن وكان هناك انسداد سياسي وكان هم فرسان التغيير يرصفوا حكم اللي زاد وفرسان التغيير من اللي خارج محاولات انقلاب وهون يعني وضعية أمنية ما هي مريحة وضعية أمنية ما هي مريحة وهوك الإرهاب في الشمال وهوك كذا اسم الأمور من يدعيك ساعة أحد قادة المعارضة الآن قادة المعارضة الآن دعيك الساعة الحوار اللي يقول أستاذ أحمد سيدي بابا سيدي بابا ما كان بالاحترام نحترمه جيدا دعي الحوار الساعة ذيك الساعة ندعي الحوار هذه المعارضة الحالية قال أحمد داد ذاك ساعة أنه ممتاز وجيد أنه فمات إياها ليعود فهم حل يمكن تكون بادرة حل ولأنها الـ FP ولأنها بعض الأحزاب كانوا ماشيين فيه اليوم قصة 2016 السجون ما فيها حد مسجون والعلماء ما حكم منهم حد ولا إما يتكلموا كما شاءوا فهمت ولا مسجون سياسي والأمن فيه استقرار تام ولا عندنا معارضة في الخارج ولا عندنا معارضة مسلحة ولا سياسية في الخارج ولا في إرهاب يهددنا ولا في أمور وفي استقرار تام وفي نظام ما شاء الله ملتف حول الشعب الموريتاني وماسك زمام الأمور وسجل تسيير جيد قال لكم وهاو جايين للحوار هم نفس الرجال يلا تكون تجو الفرق بينك الساعة وضرك بين الرئيس محمد عبد العزيز ومعاوية وسيد أحمد الطائي خرصوا الفترة هيك الساعة وخرصوا الفرق معارضة هنا معارضة الشخص في العبد العزيز معناها ان نظرك تشخصنت الأمور وكونكم هذه الأمور يا أخي نحن عدو واقعيين نحن هذو أبناء ذو الناس لهم فهمت متخرجين من نفس المدرسة معهم لكن شفنا الواقع أن الواقع ليس كذلك كما يتصورونه اليوم خرصوا لك الساعة ديروا قدامكم التلفزات 2004 وديروا قدامكم حالا لك واقع موريتانيا 2016 2004 في سجناء وفيه ناس مسجونة وفيه ياس من الأمور ذيك الساعة والتنكيل وفيه انسداد حقيقي قال لكم راجل من النظام ذيك الساعة ولا قريب من النظام وهاو تحاوروا جيتوا قلتوكم ليه تجوا ولنتون ما قلتوكم ليه تجوا القصة النظام عنده استقرار وفيه كل الأمور وحرية التعبير مفتوحة وفيه التلفزات عندكم تموا كمعارضة وعندكم مواقع وعندكم كل شيء ومرحب بكم وعندكم أحزابكم السياسية كان أولى بهم الذهاب حاليا إلى الحوار وهو جاي للحوار تحاوروا معاه أولى بهم الذهاب حاليا وهاو تحاوروا معاه الأمور الأولى بالحوار الآن من ذيك الساعة هم نفس لكن هم يقولوا لك دكتور
يقول لك دكتور وانا متاكد فكره اخرى يقول لك ما في ثقه لا لا, لا و... اسمع مساله الشخص شخصيه الامور شفت الوطن الوطن نعم. فوقي انا وفوقك انت وفوق رئيس الجمهوريه وفوق المعارضه وفوق الجميع لان مصلحه الوطن تقتضي ان الجميع يلتفت عن مصلحه الوطن جميل لان مصلحه الوطن استدعت انكم تتحاوروا يا مثلا بعدوا عن الخلافات الشخصية والخلافات الآنية والخلافات الفكرية والإيديولوجية وغيرها وهو الخلافات الشخصية ضيقة ضيقة جدا ونقدموا مصلحة الوطن ونجوا نتحاور ونقعدوا مد منها الموريتان قعدت وتحاورت وشدت أخبارها دول لا تأخذ بجماعة وهالموريتان متعارفين وحنا نلاحق من خيمة واحدة شطاك هين بس المسألة الموريتان كامل لا خيمة واحدة شطاك لين مبارك معاهلات ونهارات خطاب رئيس الجمهورية اللي قال في النعمة وحرفته بعد المعارضة وقالوا شو الكلام رئيس الجمهورية ما قال شيء كبار من قدو رئيس الجمهورية قال بعلن لا من تنظيم الأسرة وإذا ما طلع عند الناس ولا قال تحديد النسل هو فرق بين المسألة العبودية تحديدا ما قال تحديد النسل السائل هذه الشريحة ولا قال أمور رئيس الجمهورية العبودية نحن نعترف أنها كانت خالقة ذيك الساعة واللي بقى الآن قال رئيس الجمهورية مخلفات الرق وإحنا كنا نعرفه اللي بقى الآن مخلفات الرق ومخلفات الرق وهو جاي نحاربه فهم تحارب باش بالعلم تحارب باش تحارب مكافحة الفقر تحارب باش تحارب المؤاخاة والعلم وتقرية الناس هذا الناس اللي عارضوا ذلك ويعيطوا وكذا والعبودية أنا ما قد شفت حد منهم جاي يشيل من دوابة ياك يقري الناس لو أنه عدد حملات يمشي يقري الناس وحملات يمشي يساعدهم في الحريثة ويجيب لهم المشاريع التنموية ويجيب لهم الأمور يعني تقازل يعني تقعد أنت في فندق في أوروبا وتقعد في واحد أخر في آسيا وواحد أخر في الخليج وتنظر عن معاناة وتنظر عن معاناة واحدين وأنت ما قد شفت ولا قعدت معهم ظلم يا أخي استغلال معاناة الناس هذا يسمى استغلال معاناة الناس يا ألتي أدرقاش على قدر من المسؤولية والإنسانية على الأقل تحرك فيه أن هذا وطني وهذا أخوتي وهلي وكذا يعطي نعاونه فهم أنا ذرك لو أن ذرك فيها واحد من الناس كان يجيس يقبل سكادو يقبل هو وجماعة معاه ويمشوا ويقروا الناس ويعاونوه في الحديثة والحقول وذاك النوع هذا شيء جيد ممتاز يعانوهم مثلا يعانوهم ياكي بيلي من يرفع مستوى العلم ليخلق عدالة اجتماعية وإنصاف العلم هو الله السيطرة للأمة واحنا هون عندنا وكالة التضامن الدولة عادت وكالة التضامن وكالة التضامن اياك تعاون الناس وتعاون الادواب يبنون من المدارس تجاوز المعاناة الامور تجاوز المعاناة وليش تجاوزها لا مكافحة الفقر ورفع مستواهم العلمي وهكذا فهم لكن لعب على عقول الناس هاي وكالة التضامن شنو أداها شنو أداها دكتور يعني شنو أداها استخدام الناس ما يقول لك عنها ويقبض واحد إجماعة اسمح لي دكتور واحد شنو أداها شنو أداها ما الذي قدمته وكالة التضامن لهذه الشرائح ضعيفة وكالة التضامن وكالة التضامن سباك ما عندها شيء من الأمور وين مديرها وين هي يعني ذاك موجودة ويكون مديرها موجود ذاك إدارته موجودة موجود في المكتب يعني المهم المهم أين الالتحام بهذه الشرائح الضعيفة؟ أين يعني شو معاناتها؟ شو أين الإطلالات الإعلامية التي تثبت أداء الوكالة؟ رئيس المطروح رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز عنده أفكار جد ممتازة ومهمة فهم بارك مع يعدل أمور ذكية مضبوطة ياك يستفاد منها المواطن الموريتاني والمسألة دائما مسألته هو وشخص يعدل الأمور يطرح الأفكار ويتعاون مع جماعة من الناس تتعاون على بناء ذا الوطن لذا لكن خطأ شخص والله شخصين والله ثلاثة ما يعمم على النظام كامل لكن فهمت اللي نقوله ولكن النظام يعني مسؤول مسؤول عن مراقبة هذا الشخص وعن مراقبة أداء هذه المؤسسة من خلال هذا الشخص عدت ياسر يا أخي وكانت التضامن غائبة ياسر من الأمور غائبة عدت ياسر من المسائل ذي لكن غائبة لكن من رمضان لرمضان لا نقول لك أنا مسألة أن فعلا هو إنجازات خلقت كبيرة للنظام لكن للأسف الشديد إعلاميا ما وصلت الناس أنا نقول لك أنا وذا هو الحي ما قد تسوق إعلاميا ما هو سوقت بالشيء الحقيقي إذا كوياك يوصل للشعب الموريتاني المعارضة تعدل من الحبة تعدل من الحبة كموالي اليوم للرئيس محمد العزيز طبعا في فشل الإعلام الرسمي المعارضة مسألة تسويق صغيرة إنجازات الرئيس مسألة صغيرة تعدل منها كبير معارضة
لأن ناجحة في إعلامية كبرى ناجحة في تخطيط الإعلامي إعلامية بشي ما هو صالح يعني بروباغاندا الإعلامية عندها فنيات بروباغاندا الإعلامية ما لا ما تعود عندكم انتم في إعلامكم الرسمي يعني ما لإداراتكم يعود عندهم فن بروباغاندا الإعلامية لماذا؟ يا الناس تعدل الهم مش انا نقول لك رواية الاعتراف هون فعلا ياسم الامور هي تمشي هي تجي لك على سبيل المثال مصنع اللبن هذا هي تلي تشوف قالوا لك واحدين انه ما تكتمل كاع واحد من الاحزاب المعارضه المواقع انا نتابع كاتبين وكتبوها واحدين من مصنع اللبن انا جيت لنا وشفت مصنع كبير انا جبرت مديره فهم دكتور احمد عاشد محمد بالمناسبه من خيره الشباب البلد أكثر أنا قد قراني فيزيك فقد السياسة فهمت بروفيسور يعني نعت لي ذكوة إنجاز كبير ومضبوط فهم وإنجاز ذكوة مضبوط ووافي وكل شيء ندير فيه الأمور كاملة مكان ويشتغلوا أمور وأجهزة وتشتغلوا في الشباب اللي من غيرة الشباب البلد ذكوة وضارحين أمورهم كاملة ذكية مضبوطة فهم وسواق في مرحلة معينة شيء من الإعلام إنه ما تكتمل قاع وإنه لا كذا وإنه كذا يعني وهذا نفقد فيه الدولة اسم الفضل ذا الشعب الموريتاني فهم ياك استفادوا من المواطنين المحليين فهم وأمثلة ياسر مثل نوع من الأمثلة هون الإعلام رسالة مهمة والدولة فتحت اللي فتح حرية التعبير الرئيس محمد عبد العزيز وأعطى حرية التعبير للناس كامل وشت هم يقول لك ذلك الرئيس ما أعطانا الحرية الرئيس ما أعطانا يا أخي فترة معينة الأنظمة السابقة النظام السابق اللي كان هون كان حاكم البلد كان مضيق على الحرية إني جاوز الخلطة فهم فتحوا الحرية وخلق حرية التعبير حقيقية وفتح المواقع وتتكلم كما تشاء فهم وفتحت الأمور كاملة على مصراعيه عادت الناس هون حرية التعبير فهم لكن مولي يالتي يعود الإنسان اللي عنده الإعلام وعنده وسيلة الإعلام الوطني يالتي نكتب لا شيء حقيقي جيد. وأنا أنا مع سامحني سامحني المعارضة على يمشي يعاد الاستقصاء صحفي على الأقل المعارضة يحقق فيه ويجيب ويأخذ يجيب الدليل على الأقل على الأقل دكتور أنت وصلت رسالة واضحة هي أن المعارضة على انعدام إمكانياتها وعلى قلة إمكانياتها على الأقل ناجحة في فن البروباغندا الإعلامية والإعلام الرسمي فشل في صراعه مع المعارضة في هذا الجانب ولم يستطع تسويق أي إنجاز للرئيس هذه الرسالة التي أوصلت من خلال الحديث لكن دعني هنا دعنا نعبر إلى مضامين الإعلام الرسمي اللي نقول لك الإعلام الرسمي الآن بالمناسبة للشباب للشباب من شباب البلد من خيرة الشباب يالطهم يطوروا ونعطاهم فرصة ويطوروا من أفكار ويجيبوا أفكار جديدة إياك تقد مثلا تتلائم مع ذا الموحول فيه وذي الأمور اللي واحلة فيها بعض من أطراف المعارضة اللي ما هي لكن ولي المعارضة اليوم كاملة مدعوة اليوم للحوار مدعوة للحوار تتحاور وتجيب الدكاترة وتجاب وتجيب أخبار وطنها جميل من قال بأن المعارضة تابعة عن الحوار من قال بأن المعارضة تابعة عن الحوار ونظام مادي دي لها قدمت مكلف شخصيات بارزة شروط شخصيات وازنة في البلد لها مصداقية كبيرة في إدارة الحوار ده هو فهم الإدارة الحوار المعارضة هل رفضت المعارضة الحوار المعارضة لم ترفض الحوار المعارضة فقط معارضة فقط لا. قدمت ممهدات وشروط لتدعيم ثقتها في النظام الحالي لأن سبق وأن دخلت معه في حوار تكار الأيام المقبلة يعني الأيام المقبلة إن شاء الله بعض شفت المعارضة ما نقدر نقول المعارضة فيه جزء كبير وطني فهم جزء كبير وطني يمكن مصلحة الوطن متأكد أنا أن الوطنيين كاملين دور يشدوا الحوار ودور يشدوا أخبار ودور يشدوا النظام معه وشدوا أخبار ما فيه وتدمد أخبار فهم وذي الأمور كاملة في قامة المعارضة تقول لك الدستور والمراد وهكذا يعني ما أكبر من قده الدستور مصدره هو الشعب الموريتاني إذا أراد الشعب الموريتاني تغيير دستوره هذا الشعب الموريتاني الرئيس مواطن ذا الشعب ذا هو إذا قال الشعب أنه يبقى يغير دستور يغيره فهم إذا قال الشعب أنه ما هو مغير يقول أنت أنك ما أنا مغير فهمت اللي نقوله لكن ما لا داعي أنه هو ماشي تقول ما المأمورية الثالثة والرابعة وكذا حنا بعد قال الناس داعية للحوار المأمورية هذه ما فات توفاتها ما زالت حنا هو توفاها فهم عقب يقعدوا يشدوا أخبار ذا اللي جاء يغير ملي مسألة أساسية كما قلت لك أن النظام جدي ذا قالوا الحوار ورئيس الجمهورية أدعم خطاب النعمة أن الحوار جميل تقلت بين النظام الحوار جيد وقبل قليل تحدثت قلت بأن جزء كبير من المعارضة
لديه حس وطني وبأنه سيشارك في الحوار. يعني كيف تقرأ كشاب، أنتم كشباب يعني كيف تقرؤون هذا التناقض الذي جاء في خطاب الرئيس محمد عبد العزيز أو وصفه البعض بالتناقض الصارخ حين تحدث عن أعداء للوطن، حين وصف المعارضة الموريتانية بأعداء الوطن والكلمة بعدها مباشرة طالبها بالدخول في الحوار؟ ما معنى هذا سيد الكريم؟ ما معنى هذا؟ نعم أستاذ محسن، الرئيس لم يتناقض، رئيس الجمهورية قال خطاب واضح أفطر أنا رئيس الجمهورية خطابه ما يحتاج تفرح، كن واضح، قالوا بالحسانية ولا قالوا بالصينية ولا قالوا بالهندوسية ولا قالوا بالإنجليزية ولا قالوا بالهندية ولا قالوا هاي السياسة اللي طالق رئيس الجمهورية قال خطاب بالحسانية وتكلم أمام الشعب الموريتاني بالحسانية الواضحة، فهمت أنت؟ لكن مولي خلص أنت المعارضة اللي طل بعض منها بعض منها يظل يدعي للرئيس وعلى عائلته وعلى ناسه. اسمح لي لا تجاوز النقطة، يوقف رئيس حزب، يوقف رئيس حزب دكتور ويتمنى الراجل الاخر بالموت ولا ما تشدوا اخباره. انتم لا تتموا لا لا تتموا لا دائما تقيسوا تقولوا كذا تقولوا كذا. نعم. وما للرئيس رئيس الرئيس ما قال بعلن كذا عدا، الرئيس قال بعلن فيه ناس وذا واضح، فيه وحدين حد كامل ما بيجي الحوار وطني وحد كامل ما بيجي مصلحة الوطن العامة وما بيدعم الاستقرار والأمن وذا النوع من الأمور، إذا مول لا يلتقي تراجع في وطنته ويلتقي تراجع في أموره كاملة، فهم؟ وقال بعلن كلام أن فيه وحدين يدعو يجيبوا خارج من وحدين يجيبوا يدوروا معارضين في الخارج والله يدوروا يجيبوا السلاح الموريت والله يدوروا يجيبوا أمور، هذا أعداء الوطن فهم؟ خارج من وحدين إرهابيين خارج من وحدين كذا إذا كان موجود، فهم؟ حد كامل يمس من الوحدة الترابية للوطن هذا عدو الوطن، حد كامل يمس من الوحدة الوطنية للوطن ويدير في أصبع ويدور يجيب الخارج يجيب الناس هنا تدخل الخارج هذا أعداء الوطن، حد كامل يدور النوع من الأمور فن تقولها الناس كامل. أنا ما قلنا المعارضة ساعة لهذا، اسمع المعارضة الموريتانية المعارضة اليوم اسمع المعارضة اليوم يلتك تفهم مسألة، هو الوطن ما هو إلا المعارضة، الوطن ياسر وفي ياسر من الناس واغلبيتهم عن النظام الحالي لك فهم، والمعارضة جزء من الوطن جيد لك فهم، ولاد الناس كامل للحوار والنظام الحاكم قال لكم ما هو جاي يتحاور معايا وش الشعب الموريتاني كامل وفي ياسر اغلبية صامتة ما هي مع ذا ولا هي مع ذا وش جزء من المعارضة ياسر عضو وطني عضو واقعي، ما نقول لا المجموعة الماجهات هي الوطن كله، لا اختزال الأمور الوطنية الكبرى في شخصنتها لمصلحة أشخاص معينين بالذات هذا ظلم للوطن وظلم للمصلحة العامة وأنا أسميه خيانة للوطن، لأنك أنت ياك تعود سياسي ورئيس حزب سياسي قالتك تدير في أول أولوياتك مصلحة العامة للوطن وتدعي لها أنت من مبادئ الأحزاب أنك تدعو لمصلحة الوطن والمواطن والدفاع عنه كذا وكذا 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 الخطابات إني تجبر مادة لايت قاتلك وهي تحاور معايا ونشدوا أخبار الوطن ونشدوا أخبار مستقبل الوطن اللي مجمعين فيه، قالتك اللي هتجي بعد قلت جماعة قا وتعرف ذي المردود شنه وعاقبة تبدي وجهة نظرك مع الناس إلى عاد قولناك معها إلى عاد قولناك مالك معها غير كونك قاعد ترفضها كاملة جملة وتفصيلة وتقعد وتقول أن كامل جاي من شرد رافضه هنا يا يالتك يا الراجل تقابل أنا ذا الشعب وإذا الخلق اللي هو تقول يعني واقعي مع أمرك فهم واضح جيد مالي خالق مالي مسألة رجاج له يعارض يعني اسمح لي رجاج له يعارض دكتور اسمح تفضل تفضل شنو هو قصدك وانت هذا تحدث عن النقطة تحديدا بعلن خطاب الرئيس ما يحتاج الشراح عندك عن هذه عندك عن هذه لأنه واضح السياسة اللي اعتمدها اليوم هاي استراتيجية اللي اعتمدها الحزب الحاكم في إطلاق البعثات إلى كل أنحاء الوطن لأنها استنزاف فقط لا 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 مع كامل الاحترام للحزب الحاكم ميزانية الدولة مع كامل الاحترام للحزب الحاكم اللي مشى ياك استراتيجية خاطئة لا ليس استراتيجية خاطئة أنا قلت لك وجهة نظري أنه لا مشى هو الحزب الحاكم وقالوا له يعمق في الشرح في الخطاب والله نتائج الخطاب فهم مع أنه شرح الخطاب نتائج الخطاب هذا لا بأس به لكن الخطاب بعض المعارضة اللي يحاولوا اليوم يقول لك الأغلبية تشرح وكذا لا وما في شيء واضح لك واضح تكلم بالحسانية الواضحة وتكلم عن إنجازاتك هي معدلة وتكلم عن أمور ذكية معدلة ولا تكلم ولا جاي من المريخ
فهمت وقاعد في النعمه ناتر اللي مشروع اظهر وحتى انه في واحدين يقولوا لك خطاب كان احسن من الشرحي كان الخطاب احسن من الشرحي اسمع للسؤال لك ردوا للمعارضه الاغلبيه واذا قام الحزب الحاكم فهمت ورئيسه يعني شخصيه وطنيه ومدرسه في السياسه الاستاذ سيد محمد المحر فهمت ومشى اعضاء من الحزب ياك يعمقوا في توضيح وطمئنت المواطنين على البلد وعلى ان الرئيس فهمت على الامور المباركه معاها وعلى اللي قال الرئيس والامور كامله هذا لا باس به فهمت اما ستصوير عند الاطراف بعض الاطراف الاخرى انه الخطاب غير واضح وانه كذا وانه كذا يعني هو واضح تكلم بشكل واضح رئيس الجمهوريه وقال كلام واضح ودعم اللي امور عدلها هو للمواطن هو فترات وحتى هذه الاستراتيجيه دعموا شيء يقدر ما رايك في هذه من يقول بان هذه الاستراتيجيه التي اعتمدها الحزب الحاكم في اطراف البعثات لشرح خطاب رئيس الجمهوريه توحي لدى المتلقي بان الخطاب كان يحوي بعض الاخطاء لا لا الرئيس لا 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 يتفادى هذه الاخطاء انا ما زلت عند كلمتي ان رئيس الجمهوريه التي اطلقوها ما رايك في هذا ان خطاب الذي القى هم صوروا للناس بان الخطاب الذي القى فخامه رئيس الجمهوريه في النعمه هم صوروا للناس عن قصد او عن غير قصد بان الرئيس القى فخامه رئيس الجمهوريه في النعمه بالنسبه لي لا يحتاج للشرح انه واضح اذا انت مع هذه الفكره واضح تكلم رئيس الجمهوريه بالحساسيه الواضحه قال للشعب الموريتاني لكن إذا قمنا كان يبلغ فليبلغ الشاهد منكم الغائب قلت لك فليبلغ الشاهد منكم الغائب إذا قام تمد أخرى ومشات وصلت الخطاب لجماعات أخرى لا بأس بذلك مثل الحزب الحاكم وغيره هذا فقط من باب تبليغ الشاهد الغائب فهمت أنك خطاب وصل وكذا وكذا لكن كون تصويره عند الطرف المعارض أنه خطاب غير واضح وأنه كذا وأنه يحتاج فرح وأنه يحتاج كذا لا الرئيس تكلمه وخطاب ملي كذلك ما هو لا خطابات اللي عدلش من الناس لا خطاب كان متزن وكان دعمته إنجازات عدلها رئيس الجمهورية للشعب الموريتاني إنجازات ذكية الطريق ذكية جاية من النعمة قايس نواكشو الطريق ذكية ماشية من النعمة قايس أمورج وذكية ماشية الطريق مبارك معاه قايس مبيكت الأحواش ذكية مبارك مع مشروع أظهر الكبير ذك ومشروع اللي بين خلق ذك وياسم الأمور ذك والأطباب ذكية مدرسة يعني الامور ذكيه جامعه العيون في زر شيء من الامور ذكيه وعدلت انجازات ذكيه حقيقيه للمواطن الموريتاني فهمت وعدلت ذكيه باقيه شو خارجه انجازات جميل يعني انجازات الذهية نقولها لك انا انجازات العدل محمد العبد العزيز والناس اليوم تسول عن المال العام من انجاز وكذا وعدل في انجازات مثل انجازات العدل باقيه مثل المطار العدل الكبير اللي هو اللي هو مفخر للبلد باعتراف بعض من اعضاء المعارضه انجاز والعبد العزيز ما هو ماشي بيشرح له الجامعة الكبيرة اللي وعدت والعجلة مو ماشي بس للإنجازات اللي وعدت نعم وعبد العزيز مو قايس بأهله مساء اليوم وعدت للمواطن الموريتاني نعم الشعب الموريتاني هذا من ضمن مضامين خطاب رئيس الجمهورية مساء اليوم كنا نشاهد تظاهرة يعني لشباب مجموعة من الشباب عشرات تظاهرة مان الشريق الزوال لا زالت تواصل التظاهر هذا الرئيس في خطاب نعمة تحدث عن الوضعية الاقتصادية بأرقام قدم أرقام عرض وضعت كثير من علامات الاستفهام حول هذه الأرقام وصفتها بمحاولة مغالطة الشارع الموريتاني في حقيقة الأزمة الاقتصادية التي يعيشها مان الشريق الزوال نموذج لأزمة اقتصادية على الأقل وقود يعني أسعار وقود نار كيف ترون هذا؟ شو يعني عجز نظام عن شو لا لا ليس عجز ليس عجز شو هو في أزمة اقتصادية عالمية العالم كان في أزمة اقتصادية في العالم فرق وموريتانيا جزء من العالم والعالم كامل عاد قرية واحدة لكن فهم اللي يخلق في الصين متأثر كذا وكذا يتأثر به السوق العالمي في أمريكا وفي العالم ويتأثر به البورصات العالمية وكذا وموريتانيا جزء من العالم الدولة ما هي مثلا احنا ما لنا في المريخ وهما في الارض احنا جزء من العالم اكفهم وحق التظاهر كما قلت لك من انجازات العدل الرئيس الجمهورية ان في حرية التعبير انت قلت عارضه حقك انت ارفع اي شيء عارضه حقك لكن احنا عندنا واقع لو كنا عراؤه فيه ولو كنا نقول لو كنا ندافع عنه
أكفهم ذكي حقائق ذكي وعدلت ذكي أمور ذكي وعدلت كونك أنت ترفض اللافتة أخرى وتمشي وتظاهر ذاك حقك أنت أكفهم لكن ما اللي نقول لك إن في أزمة اقتصادية عالمية وموريتانية شو زمنها هو ملي حد يرتعون وسطي في الأمور ما هنو لا كل شيء يحاول إنه يسيس وكل شيء يحاول إنه أمور شتير معارضة هذا معارضة يا تعود معارضة إيجابية يلا تين تشوف شيء صالح تقول إنه صالح تين تشوف شيء فهمت وطالب بالمستحيل والأمور ذا ملي فهمت مخالف ملي خطاب يا تعود خطاب عند شتوى ذلك خطاب المعارض والله زاد موالي يا تقول له قدر السياسة قيم وأخلاق قبل أن تكون ممارسة هم القيم والأخلاق يالك تحترم الناس وتحترم ما تقول كلام الخادش ولا تقول كلام ما هو صالح وإحنا موريتانيا قلت لك بيه الأسرة واحدة فهمت ولا يعود الخطاب يعود اللي حامل ياس من الأمور الكلام اللي فهمت هذاك يعود معارضتك ذاك وشي من الأمور إني تشوفه ذاك هو لا تقول ما هو إني تشوف أمور ذاك يصالح تقول نصالح أمور ذاك هكذا هكذا المعارض الإيجابي وتعود تسعى للوطن ومصلحته واستقراره وهكذا فهمت لكن ملي مع أنك إني تشوف نواقص معينة فشي من الأمور والكمال لا لله سبحانه وتعالى يعطيك ملي تقوله وتبينه واحنا في النظام ما هو باخر شيء الا اني نشوف روايه والله ملي امور اخرى وبعض الاحيان جاي يعدل شيء من الامور تعود المعارضه تعيط عنها كانت تعدل طالبات وعدلت فهمت وبعض من الناس ما يتحقق قاع الا يسمع روايه وكتبت في الانترنت يقول لك ذيك روايه يقوم دافع فيه نعم جيد يا اخي تلقاه يتبين يتحقق من الامور اللي تفوت وضاح ينشغل الراي العام كثيرا ينشغل الراي العام كثيرا بالتجاذبات القائمه حول تعديل الدستور وكانت الأنظار تتجه في 3 مايو إلى مدينة النعمة باعتبار أنها ستكون ربما ستقال فيها الكلمة الفصل حول هذه النقطة التي أثارت جدلا واسعا داخل الشارع الموريتاني خاصة بعد الدعوات التي أطلقها بعض وزراء الحكومة الحالية. الرئيس لم يبت بشكل واضح حول قضية الدستور. أنتم كشباب يعني كيف تجدون حضور هذا المضمون في خطاب الرئيس؟ شوف كيف قرأتموه؟ شوف يعني كما قلت لك قضية الدستور القضايا ذركاتية هو قضايا الوطن فيه الشعب قالوا الشعب الموريتاني وذا كامل معدل في مصلحة الشعب الموريتاني إلى جمع الشعب الموريتاني في حوار وذا اللي مدعي الوضع وجمع الشعب الموريتاني كامل وقالوا عنه اللي يغير دستوره بها ونعمة غيروا الشعب عدل الاستفتاء ما هي رواية أكبر مقدم والدستور ما هو قرآن فهمت لو كتاب منزل رواية عدل الشعب الموريتاني ومصلحته مرحلة معينة من الزمن وإلا قالها الشباب اليوم يقد الشباب اليوم يقول بعل أنه ولد الدستور أنه ما عدل قاف زمن أنه عدل في زمن أجيال أخرى وأنا مطالب الدستور قاي وعدل في زمني أنا فهمت ما هي رواية أكبر مقدم إلا قال الشباب والشعب الموريتاني كامل إجماعه وإلا قال الشعب الموريتاني ما مغير دستور يكمل رواية أخرى أكملت اللي نقوله. غير كونك النقاش في أمور جدلية لا فائدة فيها، فهمت؟ التحصيل حاصل. وله أنت أعرف مدى تناقش أمور حقيقية. ذكي. خالق رواية اندعت لها الناس كاملة. يعطى الناس صمت لها. نظام قال للمعارضة أنتوا معارضيني وضد الماشي أنا فيه. وهو جاي نتحاور. نقعد وشدوا الأخبار. تسمعون مني ونسمع منكم. هذه أنا ما فوقش. هذا الشعب الموريتاني كامل شد الشعب الموريتاني هذا شعب ذكي وله زويقل شعب ذكي فهم وله مثلا الشعب اللي كان الزمن الماضي كان ينجا وينقال وكذا وينقال وكذا شعب مضطرة مصنة الأمور فهم وله خالق اليوم دار مثلا ما واصلها تبارك الله للمشهود أخباره في الوطن فهم سياسيا اقتصاديا هكذا ناس كامل نشهد أخباره فهم واضح له للموحول فيه لكن فهم إلى شمع الشعب الموريتاني وقال نبع لأنه يدور تغيير الدستور والله يدور هذا هذه رواية لك فهم ما يجد حد يجي يقول بع لأن هذا ما هو كذا ويقول بع لأن الشعب كذا والأمور كذا هو يفسر أنت قال يتبقى نصب رأسك قال حكم على الشعب وحكم تقول أنا ما أنت بعد قال حدك شادية من الناس والناس كاملة رأي جمعت وذلك شديد أخبار أنت لا أعرف أنك أنت من الجماعة وتو فهم لا قررت جماعة الصوت وتو خارج مالي الديمقراطية
نحن مليون نعيش زمن ديمقراطية والنظام ديمقراطي والمعارضة ديمقراطية والناس كلها ديمقراطية وشد أخبار وطننا لكن اللي صار في العام الديمقراطية هل من الديمقراطية مبدأ الديمقراطية يجذم نظام على قلوب المواطنين؟ لا النظام ما جاثم على قلوب الناس. الأربعين سنة. النظام ما جاثم على قلوب الناس. ولا هو قاعد. إذا كان سيكون. لا 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 ما في لا الشعب. أنتم فهموا معانا مسألة. نعم. فهموا معانا مسألة. إحنا. إلى قرار اسمع هو. أنت ياك أنت رئيس الجمهورية انتخبه شعب موريتاني. صح. رئيس الجمهورية انتخبه شعب موريتاني. انتخبه الشعب الموريتاني بأغلبية. ساحق. لك فهمت. معنى إنه خول له الشعب الموريتاني إنه يسير أموره. انت فاهم اللي نقوله وإلى طرحوا مسألة وقال بعلن هذا الراجل يسير أموركم ولي أمركم بالمفهوم فهمت وقال لكم هاو جايين تحاوروا شدوا الأخبار في البلد وشدوا الأخبار في أموره كاملة جاءت الناس بأغلبية كاملة وقال الشعب الموريتاني إنه يدور يغير ذا قدرهم يغيروا قالوا يدور يغير ذا الطريقة يغيرها وقالوا دور ما الاتفاق عليه المرتب ولا قالوا دور غير الدستور يغيره ما هو الضامن ما هو الضامن لعملية التناوب على التناوب السلمي على السلطة شنو الضامن بعد الدستور قضية قضية التناوب السلمي على السلطة شنو الضامن لها على الدستور بعد الدستور اسمع اسمعني يقول شفت النظام نظام ديمقراطي ما هو نظام ديكتاتوري ما هو نظام يزرق الناس في السجون ما هو نظام أعطاكم التشاركية فهمت وشاركة الناس لكم الحريه التعبير لكم كل الامور لكن هو ما اللي فهموا انتم انه انتخبوا شعب موريتاني باغلبيه وبعلنوا هو اللي هي متبارك معي يسير لكم البلد كونك المعارضه يقول لك انا دور وزير ودور دار مني وزير دور دار مني وزير دور دار مني وزير فتره دستوريه دار مني وزير انت اسمع من مبدا الديمقراطيه اني انا اللي انتخبت يالتي نسير القضيه اللي هي نتوفى مأموريتي تفهمت اللي نقوله لكن رئيس الجمهوريه قال لكم تحاول والنظام قال لكم تحاوروا بدون قيد او شرط واذا نتحاور ليه ما هو لا الدستور تحاوروا ليه ياسم جميل في الوطن ياسم الامور انتو جميل واذا جزء من الدستور والدستور فطن بعد الدستور فطن بعد تقد الناس تعدل الحوار تقد ما تشد اخبار نعم ما نعرف الوانا شي انت ما تعرف شيء لكن اللي تشد الناس اخبار تجمع عليه توه الموريتا نعم لكن ما هي الا روايه اكبر من قده تصغير مشكله المعارضه ان تصغير الامور بعض منها ما هي كاملة بعض من تصغير الأمور وحجز الأمور ووطن مصلحة الوطن كيف زاوية واحدة كنا قضية كنا في الحلقات الماضية قد يعني خضنا في هذه النقاط مجتمعة ومتفرقة مع العديد من الضيوف السياسيين لكن من الطبقة السابقة ربما على الجيل الحالي الجيل الشبابي الحالي واخترنا هذه المرة أن نرصد الجديد في العملية السياسية وفي الوضع السياسي لكن من زاوية شبابية بحتة وقد كنت عينة حية ونموذج واضح شبابي على المسيرة الشبابية الحالية قبل أن يتسرب وقت الحلقة من بين أيدينا أريد أن أسألك بعجالة وكمعاينة للمسيرة الشبابية من خلالك يعني عن آرائك في بعض الشخصيات ربما العامة التي تشكل ربما هاجس الشارع الموريتاني والرأي العام الوطني بداية بالرئيس محمد عبد العزيز. الرئيس محمد عبد العزيز قائد وطني ورجل سيسجل له التاريخ سيسجل التاريخ يسجل ذكره في كتاب الوطن الكبير. مولاي محمد الأقضف مولاي محمد الأقضف عملت معه في الرئاسة تعرفت عليه في الرئاسة رجل كبير ورجل مدرسة في الأخلاق. يحيى الحدامين رئيس الوزراء يحيى الحدامين ما نعرفه للأمانة ما تشقلت معه لكن أظن أنه رجل اختاره رئيس الجمهورية أنه رجل مناسب في المكان المناسب. رئيس الحزب الحاكم سيدي محمد المحام سيد محمد المحام صديق وأستاذ رجل مدرسة في السياسة مدرسة في السياسة. سألتك عن شخصيات ربما من الأغلبية كنت أريد أن أرصد انعكاس أو انطباعك عن هذه الشخصيات بعد دخولك للصفوف الأغلبية الداعمة لرئيس الجمهورية محمد عبد العزيز. لن أنسى طبعا أن أعود بك إلى الماضي قليلا وأسألك عن شخصيات من المعارضة كيف تراهم اليوم ربما تغيرت النظرة من زمان من أيام ما كنت مناضل معهم في
المعارضة السياسية هنا في البلد، واليوم أصبحت في الضفة الأخرى في جانب الموالات. سأسألك بداية عن رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية التواصل محمد جميل الصور. خطيب مفوه. خطيب مفوه فقط. أسألك أيضا عن محمد المولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم. مثقف كبير وكادح، مناضل كادح كبير. كادح كبير. مناضل كادح كبير. هاي الشهادة. مثقف كبير ودكتور المولود وكادح، مناضل كادح كبير. أحمد ولداداه رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية. رجل صبور. 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 صبور على ما. صبور. نعم. بين قوسين. إذن الوقت طبعا داهمني تماما، لم يتبقى لي. مسعود بالخير للأمانة ما سولتني عنه، لكن مسعود بالخير رجل وطني. مسعود رئيس حزب التحالف الشعبي. رجل وطني. تعتقد بأنه رجل وطني؟ رجل وطني. امتياز. لا ما سولتني أنت عنه، لا نقول لك أنا رجل وطني. جيد. لم يتبقى لي إلا أن أتوجه بجزيل الشكر إلى ضيفي العزيز الذي كان معي هنا في حلقة الليلة من برنامج الرأي العام، والتي كنا نقصد من خلالها كما أشرنا طبعا انطباعات الشباب الموريتاني عن خطاب رئيس الجمهورية وعن التحولات السياسية التي يشهدها البلد حاليا، في ظل الحديث عن الدعوة إلى حوار وطني مرتقب، ربما حوار بمن حضر، ربما حوار بمختلف الأطياف السياسية جميعا. وكنا نرصد طبعا وجهة النظر الشبابية عن خطاب الرئيس وعن التحولات السياسية التي تشهد البلد حاليا، بما فيها الاشتراك في العملية السياسية وعن دور الشباب في عملية بناء الوطن. وقد أخذنا نموذج أو عاينا حالة شبابية ومسيرة سياسية شبابية من خلال دكتور جعفر محمود، الذي ربما واكب في فترات سابقة صفوف المعارضة في النضال داخل هذه المعارضة الموريتانية، وبعد انتقل أيضا إلى النضال السياسي في صفوف الأغلبية الموريتانية. أشكرك جزيل الشكر دكتور على حضورك معنا هنا في برنامج الرأي العام. الشكر موصول المخرج سالم طبعا الذي رافقنا من خلف المقصورة الفنية. شكرا أيضا لكل المشاهدين الذين تابعوني طبعا في هذه الحلقة، أشكرهم جزيل الشكر على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة. طبعا قبل أن أنهي الحلقة أنوه فقط إلى أن هذه الحلقة قبل الأخيرة من برنامج الرأي العام قبل شهر رمضان المبارك بحول الله، والذي سأطل عليكم فيه من خلال برنامج المسابقة الكبرى، والتي أنوه إلى أنه بإمكان جميع فرق المقاطعات المشاركة في هذه المسابقة الثقافية التي تقام في شهر رمضان المبارك على شاشة قناة الوطنية، وذلك طبعا بتسجيل اسماء الفرق وأيضا تقديم ملفاتهم هنا في مقر قناة الوطنية هنا في مقاطعة تبرق زينة. وطبعا سيكون هناك تصفية لهذه الفرق، وستكون هناك الفرق التي ستشارك بحول الله في المسابقة الكبرى بالدور الأول من هذه المسابقة في شهر رمضان المبارك. إذن أشكر المتابعة، إلى أن نلتقيكم في الحلقة الأخيرة من برنامج الرأي العام قبل هلال شهر رمضان المبارك. لكم مني عبد المنى، دمتم بأمان الله.